أصحابي الأجلة، أصحاب المقامات المدنية والسياسية، نحن عم نلتقى مع بعضنا مع إخوتنا بقلب الرعية كلنا سوا. فمنرحب كمان الترحيب الكبير هن لأولاد الرعية ولكل الإخوة الموجودين معنا. نحن عادة منتطلع على الأشياء اللي بتكون مظلمة ومننسى انه بقلب الظلمة دايما في عنا نور صغير، وهالنور الصغير صحيح بيكون صغير بس النور هو اقوى من الظلمة، هيك علمنا الانجيل. وهالنور الصغير هو الرجاء اللي دايما نحنا منتلقط فيه، والرجاء ما لازم يروح من حياتنا، لانه نهار اللي بيروح الرجاء نحنا منكون ميتين. من هيك يسوع تجسد، من هيك يسوع تجسد صار الكلمة، من هيك يسوع تجسد صار الكلمة تيكون لنا الحياة، من هيك يسوع تجسد صار الكلمة تيغلب الموت دايما. من هيك دايما نحنا عنا أمل صغير ورجاء كبير بالرب. خلونا بهالمساء نصلي ونطلب من الرب انه يكون هم يعطينا نعمة الميلاد اللي هي نعمة الرجاء، ونقول له يا رب بهالمساء حل روحك القدوس علينا تنكون نحنا بدورنا قادرين نسمع كلمتك، نسمع كلمتك وين ما كان، نكون قادرين انه نوصل كلمتك، نكون نحنا هالرجاء لأنه نحن على صورتك. أعطينا يا رب النعمة نكون هم نفرح بالميلاد ونكون هم نوصل الفرحة للآخرين. إلك المجد الأبد، أمين. بحب قبل ما نبلش نرحب بفرقة كاملة ذات الوقت بالكورال، كورال في لوكالية، ومنرحب بسور مارانا، وأهلا وسهلا فيكم. وخلونا بهالمساء مش بس نسمع إنما نكون هم نصلي.
ده هو شمو الملك رو
زاد فيكي يا بشارة حلوة طارت بالعالم كله. العذراء إما الله صاري غنوها وصلوا هاليلو يا عذراء وإما الله. Thank you.
من
Thank you.
صرت بين الرهبان بسكوتك حكي الإيمان. نذرت عمرك لتعطرة والروح عطاك القدرة ترعى ولد مش منك، كأنك عارف إنك عم ترعى ربنا I'm
مساء الميلاد وأهلا وسهلا فيكم. بالبداية بدي رحب بكل الحاضرين واسمحوا لي خص بالذكر الأصدقاء والنواب، نائب رئيس مجلس النواب الياس بوصعب، نائب الياس حنكاش، نائب هاغوب ترزيان، النائب رازي الحج، النائب ملحم رياشي، والنائب السابق ايدي معلوف اللي اضطروا يغادروا هلا، رئيس تفتيش المركزي القاضي جورج عطيه، رئيس تنظيم المدن الاستاذ ميشيل المر، نائب حزب الكتائب اللبنانيه نائب السابق جورج جريج، استاذ جاك كليسي رئيس مجلس اداره تيلي لوميير نور سات، رؤساء البلديات الشيخ جبران طعمه، استاذ الي ابو جوده، استاذ اديب مرقص، الجنرال خميس، ان شاء الله ما اكون بعد نسيت حدا، المحبين كتار، مزح معي استاذ الياس بوصعب قال لي اكتمل النصاب هون صار فينا ننتخب رئيس، انا بقول له اتكلنا عليك انت رجل المهمات وانا بعرف قد ايه انت حريص ننتخب رئيس للبلاد باسرع وقت ممكن. جمعتنا الليله ميلاديه عنوانها ليله امل. الامل بعد سنه او حتى سنوات كانت صعبه كثير على الجميع صحيا واجتماعيا. الامل ببكره احلى للبنان على امل انتخاب رئيس للبلاد باسرع وقت ممكن. الامل بان العمل البلدي يرجع يتنشط وترجع ورشه الاشغال ونطبق اللامركزية يلي هي حاجة ماسة للبلديات ولإلكن. الأمل بأنه تضل أبواب المطيلب مفتوحة لكل المحبين، والأمل بأنه يحمل معه الطفل يسوع الرجاء لكل اللبنانيين وخصوصاً المرضى والموجوعين والمحتاجين. بدي أشكر جوقة فيلوكاليا بقيادة الأخت مرانا سعد مع الفرقة الموسيقية على هالريسيتال الرائع، وبدي أشكر أبونا نايف على استقباله قلنا، وشكر من القلب لكل يلي اشتغلوا ليلة من موظفين وشرطة البلدية، وبخص بالشكر أعضاء المجلس البلدي. وبالختام شكر إلكن على حضوركن، بعرف عجقة السير والضغط حبيتوا تكونوا معنا، ينعاد على الجميع وبتمنى بأيام أحسن كتير يا رب. جئت لأحيا بمجد المحبة بنور.